أكثر من 60 مليار دولار عائدات النفط بعد ارتفاع الأسعار. أنت كخبير اقتصادي في العراق وتعيش في العراق، باعتقادك، السؤال الذي يطرحه اليوم المواطن، باعتقادك أين ستذهب هذه الأموال؟ كيف ستستغل؟ حاليا يعني لدينا الانفاق بمستوى 1 إلى 12 من انفاق الفعلي لسنة 2021، وهو بمعدل 120 تريليون خلال السنة الماضية، زائدا أن الأمن الغذائي والتنمية دعم الانفاق العام بمستوى 25 تريليون، بمعنى أن إجمالي الانفاق قد يصل إلى 140 تريليون. هذا ما مسموح به للحد الأعلى للانفاق. إيرادات النفط تبلغ أكثر من 11 مليار دولار، زائدا الإيرادات غير النفطية، بمعنى أننا لدينا ما لا يقل عن 15 تريليون. الحد الأعلى للإنفاق هو بمعدل 11 تريليون حاليا، بمعنى أن هناك 4 تريليون يتم إضافتها إلى الأرصدة الحكومية وإلى احتياطي البنك المركزي في ظل وجود بطالة وفقر، لا توجد موازنة. كان يفترض أن تكون لدينا أداة مالية قانونية اللي هي الموازنة الاتحادية، من خلالها يمكن تحقيق أهداف مغايرة للأهداف سنة 2021. يعني ما يعاب حاليا على الاقتصاد العراقي أنه يستلم إيرادات لكن لا يستطيع إنفاقها بالكامل، والأهداف لم تتغير بسبب تكرار 1 إلى 12. 1 إلى 12 غير مصممة على مستوى 6 أشهر أو 7 أشهر، وقد تكون إلى نهاية السنة، لأن الأهداف تتبدل حسب مستوى الوفورات المالية وقدرة الاقتصاد العراقي على تشغيل قطاعاته الغير مستغلة. فحاليا بالتأكيد الكل يتساءل أين تذهب هذه الأموال. تتعظم الأرصدة الوزارات الاتحادية واحتياطيات البنك المركزي، وحاليا لدينا فقط الحساب مع الشركات الصينية العامة يستطيع يعني أخذ جزء من هذه الإيرادات بمستوى غطاء ائتمان 10 مليار دولار، والتسريع بتحقيق أهداف الشركات الصينية العامة بإدراج مشاريع إضافية. بخلاف نحن بحاجة إلى موازنة تكميلية أو موازنة ملحقة بالإنفاق العام لكي يكون لدينا قدرة على إنفاق هذا الإيراد بمشاريع استراتيجية استثمارية أو فتح اعتمادات مستندية لتغطية المشاريع المفتوحة أصلا حاليا على مستوى ميناء الفاو، على مستوى الربط الكهربائي، على مستوى المدن الصناعية المزمع إنشائها وإكمالها، على مستوى طرق حديثة لربط بين قارة آسيا وقارة أفريقيا والاتحاد الأوروبي.